دستور وطن. ما بين الحكمة والنظرة الثاقبة جاءت الدعوة من ولي الأمر لأبنائه بعيد استقلال البلاد بضرورة بلورة وثيقة تكون بمثابة منهج دائم يحدد أركان الدولة ومقومات المجتمع والعلاقة بين السلطات، فضلاً عن الحقوق والواجبات وغيرها من الأحكام. وعليها لم يتردد ولم يتأخر ممن وقع عليهم الاختيار، ممن قرأوا الحاضر آنذاك واستشرفوا المستقبل في قبول التكليف الذي حدد معه مسيرة وطن وكفل مصير أمة، وهو ما تعرف عليه باسم الدستور. هذه العزيمة وهذا المضى تتابع دولة الكويت سيرها، دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات. في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها، تحمي بالنفس والنفيس. نحن بصدد دستور ولد وخلفه عدد من العناصر، بعضها عناصر موضوعية، امتداد لماضي دستوري سابق، بعضها مرتبط بالمنطق الدولي، الانضمام للمجتمع الدولي، وأيضا يجب أن نضيف أمرين، نضيف فكرة اللمسة الشخصية لعبد الله السالم. عبد الله السالم كانت عنده رؤية لفكرة إنشاء دولة، وإنشاء دولة مثل أي كيان لا يستقيم بدون قواعد تحكم هذا الكيان. هذا من جانب. من جانب آخر يجب أن نذكر بأن هناك مشاركين في تجارب سابقة كانوا جاهزين لوضع خبرتهم في هذا الدستور. أهل الكويت تميزوا عن باقي أهل المنطقة، مع احترامنا لهم، يعني كل واحد له طبيعته الخاصة، بأنهم كانوا تواقين إلى المشاركة في الحكم. فكانت هناك تجارب للمشاركة في الحكم سنة 1921، سنة كذلك 38. يعني يمكن فشلت هذه التجارب نوعا ما، ولكنها أسست وكرست هذا الفكر أن الشعب يشارك السلطة في الحكم. وقد حبان الله سبحانه وتعالى والحمد لله بحاكم عاقل، و يعني كان مش أقول لك فريد من نوعه، المرحوم المغفور له الشيخ عبد الله السالم. هو آمن بهذا الفكر، ولما كانت الكويت دولة صغيرة ويعني مستهدفة لربما من الجيران، فيجب أن تتميز. فوجد أن التميز، يعني أعتقد أن هذا ما دار بتفكيره مع استعداد أهل الكويت لذلك، أن يكون لها حكم ديمقراطي ودستور، وأن الشعب الأمة تشارك السلطة في الحكم. من خمسة أبواب جاءت فصول الدستور الكويتية الذي وافق عليه أبو الدستور آنذاك المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله في نوفمبر من عام 1962، سهلا بمفرداته واضحا في مواده، وإن بقى جامدا أمام أي محاولة للتعديل والتنقيح.
ويعد دستور نوفمبر من عام 1962 هو الثاني بعد الاستقلال، إذ عرفت قبل الاستقلال عدد من التنظيمات الدستورية العرفية والمكتوبة. الدستور يعتبر جامد، بمعنى أن إجراءات تعديله أصعب من إجراءات تعديل القانون. فلو نعرف الإجراءات اللي يجب اتباعها إذا ما رغب المجلس والأمير في التعديل، فيجب أن يقترح أول شيء 30% من أو ثلث أعضاء مجلس الأمة، ثلث أعضاء مجلس الأمة بس مجرد تقديم الاقتراح، وهذا رقم يعتبر يعني مقارنة بالقانون عالي. القانون عضو واحد يكفي، فشوفوا الفرق الشاسع فيما بينهم. أضف إلى ذلك لابد من موافقة الأمير على مبدأ التعديل، وبعد ذلك يتم نقشته من مجلس الأمة، والموافقة النهائية عليه يجب بثلثين. هناك القانون عندنا فقط أغلبية الحضور، فنجد أن إجراءات تعديل الدستور أشد بكثير من إجراءات تعديل القانون العادي، وهذا ما يجعله دستور جامد. الأمراء السابقين وصاحب السمو الحالي أيضا لهم أدوار كبير في حفظ الدستور. هناك كانت محاولات ومحاولات جادة لتعديل الدستور، ولكن بشكل وبآخر قوبلت وتم ردها، لأن قد يكون مردها هذا التعديل يمكن لتكسب انتخابي، مصالح انتخابي، أو تكسب حزبي أو فئوي أو طائفي. نحن نريد أن يكون هناك تعديل ولكن لمزيد من حريات. للعلم فقط الدستور الكويتي لم يحظر تعديله، ولكن أيضا كان مرن في هذا الأمر بأن التعديل متاح ولكن بضوابط وحدود. أحد أهم الضوابط أن يكون هذا التعديل لمزيد من الحريات. أيضا من حمى الدستور لا ننسى ذلك أيضا السلطة التشريعية. السلطة التشريعية أيضا كثير من الأمور تصدت لمحاولات بهذا التعديل من خلال وأد هذه التعديلات ومن خلال عدم مجاراتها. وأخيرا وليس آخرا حقيقة المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أيضا بأحكامها يجب أن لا نقلل من شأن هذه المحكمة، التي استطاعت وبحق أن ترد العديد من المخالفات الدستورية وانتهاك لنصوصها من خلال القضاء بعدم دستورية عدد من القوانين أو نصوصها، بالقضاء كذلك بعدم دستورية عدد من الإجراءات التي اتخذت خاصة بالطعون الانتخابية أو ما يتعلق في تنظيم الانتخابات وخلافه. فبالتالي هناك معطيات كثيرة كانت السبب في أن نصل إلى 55 عام دون أن يكون هناك تعديل لهذا الدستور. مرونة الدستور، مبادئه، اتزانه في معادلة السلطات أو معادلة في منح السلطات للسلطات الثلاث، بحق وأكد على مبدأ غاية في الأهمية، مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، مبدأ غاية في المية. كل سلطة لها حدود وصلاحيات، لا تجور سلطة على سلطة أخرى، ولكن أن يكون هناك تعاون ما بينهم. كل هذه المعطيات كان لها دور، ولا ننسى كذلك دور الشعب الكويتي أيضا في حماية الدستور، لأن اليوم أيضا الرأي العام لا قيمة ولا دور كبير، وأعتقد بأن الشعب الكويتي كان له دور ودور كبير جدا في حماية الدستور من محاولات تعديله لأسباب قد لا تكون لمزيد الحرية، ولكن لأسباب قد يعتقدها مجموعة أو تكتل أو 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 أو, 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 ما, أو ما شئنا تسميتها. لقد شكل دستور دولة الكويت مرجع عمل السلطات الثلاثة، وشدد على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وأن التعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، وأكد على مسؤولية الدولة في صيانة دعامات المجتمع وضمان الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. أن الحرص على نظام نظامنا الديمقراطي والدفاع عنه قدرنا، علينا أن نتمسك به ونصونه من كل التواجد، من تجاوز على قيمة أو تعد على حدوده أو تعسف في ممارسته، لكي لا يصبح معول هدم وتخريب وإذا لهدر مقدرات هذا البلد
وتقويض مقوماته. وإذ نؤكد مجددا إيماننا بالديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة، وحرصنا عليها ودعمنا لها، فقد عملنا وسنظل نعمل على ترسيخها ورفع قواعدها، وكنا نأمل ونتطلع وقد مضى على انطلاقتها الحديثة أكثر من 50 عاما أن تكون قد بلغت أو قاربت مرحلة النضج والرشاد. الدستور الكويتي حقيقة هو الذي حمى نفسه. الدستور الكويتي حمى نفسه بكثير من الأمور، في كثير من المبادئ. يعني لما نتوغل في أحكام الدستور نجد بأن حرص تماما بأن يتبنى في النظام الديمقراطي الذي جعل منهج، أن يتبنى طريق وسط ما بين النظامين البرلماني والرئاسي، ومال بشكل أكبر وانحاز للنظام البرلماني. ففي هذا حقيقة نوع من التوازن ما بين النظامين، كيف استطاع الدستور أن يضمن استقرار الحكم في دولة الكويت، وفي ذات الوقت حرص تماما أن عدم المبالغة والمغالاة في منح السلطة التنفيذية لضمانات وصلاحيات تجور فيها على السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. لذلك اليوم الدستور يأتي بمعادلة متزنة بكل المقاييس، بتوازن ما بين السلطات الثلاث، ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. لك أن تعرف أن السلطة القضائية بالدستور الكويتي تتولاها المحاكم باسم صاحب السمو، ولكن أيضا بحدود الدستور وهذا بنص الدستور. يعني حتى المحاكم اليوم والقضاء لا يستطيع أن ينفرد بالسلطة دون أحكام الدستور وبمعزل عنه. لذلك اليوم الدستور هو من حمى نفسه بهذه النصوص المتزنة، بهذه النصوص الحقيقة التي استطاعت وبحق أن تضمن لكل طرف دور في نهضة نهضة الأمة ونهضة دولة الكويت والمجتمع الكويتي. هذا النظام المتوازن بين السلطة التنفيذية وفوقها طبعا سلطة الأمير والسلطة التشريعية لممثلي الأمة، وكذلك الحقوق والواجبات التي منحناها، التي منحها الدستور أو بينها، سلط عليها الدستور الضوء، مثل العقوبات الشخصية، مثل الكرامة الشخصية، مثل لا يجوز القبض على شخص إلا بموجب مذكرة نيابة، مثل أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يعني هذه النصوص المنيرة هي التي تميز الدستور الكويتي، وهي التي ساهمت في إبقاء هذا الدستور وفي بقائنا إحنا. الدستور الكويتي استطاع بحق أن يفرض نصوص خاصة بمقومات المجتمع الكويتي من جهة، وأن يفرض نصوص أخرى للحقوق والحريات. فعندما يأتي الدستور الكويتي ويتكلم على أن العدل والمساواة والحرية من دعامات المجتمع الكويتي، ويبدأ يتحدث عن النشء والتربية والتعليم والتأمين والشيخوخة، وتحدث كذلك عن التاريخ، وتكلم عن الأدب والفن والبحث العلمي، وحتى تكلم عن رأس المال والملكية، كل ذلك اعتبرها من دعامات المجتمع الكويتي. لكن تحدث بعد ذلك أن هناك حريات وهناك حقوق يقابل هذه الحريات، تحدث عن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية البحث العلمي وخلافه. نحن نعيش والله الحمد والمنة بنعمة الديمقراطية. المجتمع الكويتي يتمتع بحرية رأي، يتمتع بحرية تعبير، وكما يعني استشهد صاحب السمو أمير دولة الكويت في دور انعقاد الثالث قبل أيام، بأن من سمات المجتمع الكويتي حرية الرأي والتعبير، ولله الحمد بالفعل هذا ما يميز الكويت والكويتيين، الحرية وإبداء الرأي دون خوف طالما أنت كنت في حدود القانون ولا تخالف أحكام القانون. هذا الدستور لم أجد له مثيلا في مسألة، وهي أنه يأخذ بحلول متعددة ممكنة لذات الإشكالية. مثال في موضوع العلاقة بين السلطات، هو أخذ بحل يسمح بالابتعاد قليلا عن النمط التقليدي للبرلمانية،
ولكنه يوجب الأخذ بالحد الأدنى. فكرة السرعات المتعددة، فكرة الواجب والمستحب والمباح. من المباح أن تشكل الحكومة وليس فيها إلا وزيرا واحدا. من المستحب أن يكون الوزراء من أعضاء مجلس الأمة هم الأغلبية، ولكن لا يمكن أن تأتي وزارة كلها من مجلس الأمة. إذن هناك ثلاث أو نقول حدين ووسط. مثل هذه النمطية لا نجدها في الدساتير المعروفة أو المنتشرة. هناك فكرة أخرى، المذكرة التفسيرية الملزمة. في الفن التشريعي المذكرات التفسيرية ليست ملزمة. لماذا؟ لأنها لا تعبر عن إرادة مشرع. المشرع هو الذي يضفي على النص إلزاما. نحن هنا أخذنا بنمط من الحلول غير تقليدي، وعندما تأخذ بحل غير تقليدي يكون النص غير محتمل لكمية القواعد الجديدة. كان من المنطقي أن يلحق بنصوص المواد مذكرة تعرض التصور العام الذي من خلاله يجب التعامل مع النصوص، وتعرض أحكام خاصة وتفسيرات خاصة. طبعا من الناحية الواقعية ما كان لهذه المذكرة أن تكون ملزمة، لأن ليس هذا الأصل في المذكرات. إذا ما هو الحل؟ الحل كان أن تكون المذكرة التفسيرية صادرة بإجراءات التشريع، أن تعرض على المجلس التأسيسي وأن يقوم المجلس التأسيسي بالتصويت عليها وفق إجراءات التصويت على الدستور، ثم يعرض النصين على رئيس الدولة للتصديق. إذن نحن أمام دستور غير نمطي في بعض لمساته، ويمكن هذه الواقعية في الصياغة، هذا القابلية للتعدد، ساعد في إنتاج دستور تجاوز من عمره 50 عام ولم يعدل. لا أقول بأن تعديله غير جائز، تعديله جائز وهو يحدد أدوات التعديل، ولكن من صمم الدستور جعل أهداف عدد من التعديلات يمكن تحقيقها بتعديل في القانون العادي وليس في الدستور. إذن نحن أمام نمط لصناعة فنيا تلفت النظر. وهنا يجب أن يعني أن نوضح مسألة في غاية الأهمية. هناك تشريعات وقوانين صدرت بما يتفق أحكام الدستور الكويتي، لذلك كل مواطن ومن يقطن في دولة الكويت ينبغي أن يحترمها. فإن حتى عن هذه التشريعات هناك سلطة قضائية تحاكم بضمانات قانونية يوفر فيها لك لكل ما تحتاجه، ويصدر حكم بالإدانة. فإن صدر حكم بالإدانة هذا لا يعني بأن هناك لا نعيش بحرية أو هناك مصادر لحرية الرأي والتعبير، أبدا. هذا يعني بأن هناك نصوص قانونية انتهكت، هذه القوانين التي وضعت بما يتفق مع أحكام الدستور الكويتي. لذلك اليوم دولة الكويت يكفي اليوم أن نحن كمواطنين كويتيين أن نتحدث بما نشاء وننتقد من نشاء دون خوف، دون أن نقلق من مساءلة، أن نقلق من تحقيق، أو أن نقلق من أن يكون هناك قيد أمني بشكل أو بآخر، طالما كنا في المسار السليم. اليوم عندنا حرية النقد مقفولة،
وحرية التعبير مكفولة، لكن في حدود القانون. هناك فرق ما بين النقد وما بين الإساءة، هناك فرق ما بين الحرية وما بين مساس بكرامات الأشخاص والمساس باعتبارهم والمساس أيضا باعتبارهم المالي وشرفهم. هذا فرق كبير. لا يمكن أن نعتبر حرية على سبيل المثال حتى لو كان المسوغات الحديث أو الظروف قد تكون سليمة، لكن في النهاية الطريقة قد لا تكون سليمة. أنت اليوم لا تستطيع أن تصل إلى غايتك بأسلوب غير قانوني. لذلك اليوم الدستور الكويتي والقوانين لم تمنع من حرية النقد أو لم تمنع من النقد ومن حرية الرأي والتعبير. أنا وغيري من المواطنين نستطيع أن ننتقد اليوم الحكومة والسلطة التنفيذية والوزراء وغيرهم كذلك دون حد ودون مساءلة، طالما كان في حدود القانون. لا يصل هذا النقد إلى مسألة الإساءة لشخص الوزير، الإساءة إلى رئيس الحكومة، الإساءة إلى الموظفين العموميين باختلاف مستوياتهم الوظيفية. انتقد ما شئت، تكلم عن الوزارة، تكلم أن هناك ضعف في الرقابة، تحدث عن أن هناك ضعف في الأداء الحكومي، تحدث ما شئت، تحدث بتويتر، بوسائل التواصل الاجتماعي، أينما شئت، أنت حر. لكن لا تأتي وتلقي التهم جزافة. لقد كان ولا يزال دستور دولة الكويت مصدر فخر واعتزاز للشعب، فمن عنده نبتدي وإليه ننتهي، إذ حفظ ذلك العقد الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم قبل 56 عاما للوطن أسسه وأركانه، وضمن لشعبه الحقوق وحفظ الكرامة، كما حفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره، ووقف بمثابة الفصل في وجه التحديات والأزمات التي عصفت به من حين إلى آخر. لقد جاءت الدعوة للورة هذه الوثيقة بفضل حكمة قيادة واستنارة عقول تكللت بميلاد عهد جديد أرسى معه دعائم الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.